طلبة وطالبات من الموهوبين في مقتبل أعمارهم اجتمعوا هنا في الموصل من 3 محافظات عراقية في معسكر تدريبي يهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم في البرمجة وصناعة الريبورت الآلي، على أمل تشكيل فريق منهم لديه قدرات عالية في صناعة الريبورت. تم استهداف طلاب مدارس الموهوبين، موهوبين بغداد، موهوبين الأنبار، موهوبين موصل. هذا المخيم أقام في محافظة الموصل، استمر المخيم لمدة 4 أيام. هذا المخيم حيكون نتيجته طلاب موهوبين في مجال البرمجة لمساعدتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. يقول هؤلاء الموهوبون أنهم يواجهون اختبارات صعبة وتحديات كثيرة في معسكرهم، لكنهم يشعرون بالسعادة لأنهم خرجوا عن التقليد والمألوف في نمط الدراسة، ويأملون أن تتكرر مثل هذه التجارب في هذا المجال أو مجالات أخرى في عموم مدارس البلاد. هذا الشيء نحن نحب نطمح له أن نوصل له بكل المدارس بالعراق، ما بس الموهوبين، أن نطور من الفكر مالتنا ونخرج من التفكير القديم، ونوجه رسالة لجميع مدارس المدارس العراق بشكل عام، أن الطالب ما لازم يكون بس درس وشغب ونوم وأكل ودراسة، الطالب ممكن يكون عنده مواهب أخرى. ويهدف القائمون على هذا المخيم ومخيمات أخرى قادمة لمحافظات ثانية بناء فريق متكامل لديه القدرة على صناعة الريبورت وبرمجته من الصفر، على أمل المشاركة في المحافل الدولية لتمثيل العراق بهذا المجال. طبعا حاولنا نسوي محاكاة أشبه بالبطولات وبالمحافل أو بالمعارض الدولية والعربية اللي تقام حاليا، ردنا أنه نطلع أفضل ما عندهم. خلينا لهم طبعا تحديات كلش صعبة بالتركيب وبالتصميم وبالبرمجة. هذا وبدأ العراق في الآونة الأخيرة يزج بالأطفال الموهوبين في المسابقات العالمية، ومنهم حصدوا جوائز في المراتب الأولى مثل مسابقات الحساب الذهني ومشاريع التنمية المستدامة التي أصبح طلبة العراق فيها من الأرقام الصعبة. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.